السلام عليكم، معكم ابو غيان من مدينه طنجه. انا عندي واحد الملف ديالي كنتكلم فيه موضوع ديال الكريمه. كان عندي واحد اللقاء مع جلاله الملك محمد السادس الله يحفظه الله يطوله في العمر. كان جادش واحد مركز ديال الادمان في الحي الجديد كاسابراتا، وانا ولد الحي كاسابراتا مسقد الراس ديالي في كاسابراتا. دابا انا كنعاود التصوير ديالي وكنعاود رساله باش توصل جلاله الملك ان شاء الله، حيث كخصني نوصل النداء لجلاله الملك باش يشوف هذا الفيديو ديالي. وانا متاكد عطاني الكريمه ومتاكد ما بخلش عليا، وكنظن الله اعلم شي واحد خداها ليا، حيت عيط عليا واحد الشخص وقال لي الكريمه ديالك هي عندي، وجد 2 مليون ديال السنتيم باش تخلصها في دار الضرائب. قلت له انا ولد الحي كاسابراتا، كان جا جلاله الملك الحي كاسابراتا مركز ديال الادمان يدشن واحد مركز ديال الادمان، وكنت انا في وسط الساكنه وقدمت له رساله. ديك اللحظه هذيك انا كنت غادرت ديك المنطقه، وكانت اتصل بيا المقدم ديال الحي ديالي وقال لي وجد فوتوكوبي ديال لاكارت وجوج ديال التصاور، وجا مورايا حتى الحي في ساكن انا، هزني من باب ديال الدار وداني للولاية وقدمني السلطات المعنية. السلطات المعنية دارت بالخدمة ديالها وقالوا لي شنو خصك. قلت لهم كخصني الكريمة ديال طنجة صغيرة. قالوا لي مرحبا، عطاوني واحد الورقة عمرتها فيها مأدونية أجرة صغيرة ديال طنجة. اكيد ملي يعيط عليك المقدم ديال الحي ديالك ويقدمك السلطات في الولايه، اكيد يكون الرساله ديالي راه وصلت، متاكد الرساله ديالي وصلت. وملي عيط علي انا قدمت الرساله في 5:30 ديال العشيه في رمضان، وحنايا في رمضان دابا، قدمت الرساله ديالي في 5:30، مقدم عيط عليا في 11:30 ديال الليل، وكنا في 12 العرب كنا في الولايه، قدمني السلطات المعنيه والسلطات اللي في الولايه دارت بالخدمه ديالها، عطاوني واحد الرابور نكتبو. قبل ما يعطوني الرابور قالوا لي شنو خصك. قلت لهم كخصني مأدونيه اجره صغيره ديال طنجه. عطاوني واحد الرابور عمرتو، كتبت فيه الاسم ديالي الاصل ديالي، العنوان فين ساكن، متجوز، كاري في جميع مواطنين، ولكن انا كنت في واحد الظروف يرثى لها، وقدمت له هذه الرساله لصاحب الجلاله الله يحفظه الله يطول له في العمر. هذه هي الرساله اللي بغيت نوصلها لجلاله الملك. ملي 2018 هاد الواقعة وقعت لي في 2018. دابا انا من 2018 وانا كنطالع على الملف ديالي، ما حتى شي مسؤول ما كيجاوبني باللي كاين. كل ملي قدمت ديك الرسالة كل اسبوع، كل 15 يوم، كل شهر كنوصل للولاية ما كيجاوبني حتى شي واحد. كنت قدمت واحد رسالة لسيد الوالي ديال طنجة، وقدمت له واحد الرساله وزعما كتبت له فيها كل شيء شنو كاين. انا عندي ديك الرساله اللي قدمتها لسيد الوالي وما جاوبني حتى شي واحد. دازت واحد المده وقلت انا غنخرج للاعلام باش جلاله الملك توصل له هذه الرساله. انا ملي خرجت للاعلام نزلت النمره التليفون ديالي في واحد اذاعه اشواق تي في، وكان عيط عليا واحد الشخص وقال لي راه الكريمه ديالك خرجت وما تنزلش شي فيديو في التواصل الاجتماعي في اليوتيوب. قلت له مرحبا، قلت له شنو دابا مطلوب مني؟ قال لي مطلوب منك دابا توجد واحد 2 مليون ديال السنتيم باش تخلصها في دار الضرائب. قلت له انا ما عنديش 2 مليون ديال السنتيم حاليا، دابا شنو معمول؟ قال لي ديك 2 مليون ديال السنتيم عاد خاصها في دار الضرائب، ملي عاد تجي لعندي الولايه عاد نزلها نعطيك واحد الورقه، نعطيك واحد الورقه باش تمشي لدار الضرائب باش تخلصها. قال لي ما تعطينيش في يدي شي حاجه، انا نعطيك واحد الورقه باش تمشي تخلصها في دار الضرائب. قلت له مرحبا. قال لي دابا انا في الرباط غدا ان شاء الله مع الوحده نتلاقاو في الولايه ديال طنجه. قلت له مرحبا. على غدا عيط عليا مع 10 ديال الصباح. قال لي بلال. قلت نعم اخي.
قال لي انا عامل معاك مع الوحده دابا احسن نعملو مع 12 حيت انا عندي بعض اللقاءات باش هادي نقضيو هذا الشغل اللي بيناتنا. قلت له مرحبا. قال لي واش وجدتي 2 مليون ديال السنتيم؟ قلت له خصني نشوف الاوراق باش نطلع عليهم باش نقدر نسلف من بانكا ولا نشوف شي واحد اللي يسلف لي. قال لي المهم. قال لي عامل فاكسان؟ قلت له لا ما عملشي فاكسان. قال لي المهم اذا جبتي شي صعوبات في الباب ديال الولايه عيط عليا، هذه هي التليفون ديالي. قلت له مرحبا. قال لي اعمل 4 ديال الفوتوس، 4 التصاور وفوتوكوبي ديال لاكارت معاك باش ملي تدخل الولايه تشبر الكريمه ديالك. قلت له مرحبا. انا على غدا ملي مشيت للولايه مع 12 دخلت البيرو ديال الكريمات كنسقسي ما كنجبرش شي حاجه في الاسم ديالي، ماشي وراوني زعما الارشيف ولا وراوني بي سي شنو عندي تما واش شي حاجه دخلت لي في الاسم ديالي ولا هادي. ملي تكلمت معاهم كنتاسف ما كنجبر حتى شي حاجه. المهم كنعيط في ديك النمره ما كنجبر حتى شي حاجه، ديك النمره موقفه مطفيه. المهم انا كنترجى صاحب الجلاله محمد السادس الله يحفظه الله يطول له في العمر الله يخليه لنا، كنترجى يشوف هذا الشخص هذا اللي عيط عليا وقام بواحد الدوره رفيع المستوى، وللاسف كان عايز يستغل الظروف ديالي ولا حول ولا قوه الا بالله، وكان رفع القبعه عن السي الحموشي يشوف هذا الملف ديالي حيت حتى السي الحموشي كيعمل خدمه رائعه واحترافيه، وكان رفع له قبعه. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، رمضان كريم. انا كنتاسف هذا الاخ هذا اللي عيط عليا، بقى عندي النمره التليفون ديالو. سبق لي اتصلت به، النمره التليفون ديالو طافيه، كان عيط على التليفون ديالو ماما ما جوج، كان عيط على التليفون ديالو طافي ما كيجاوبش التليفون مطفي. يعني ان هذيك النمره هذيك استغلها في ديك اللحظه، بغى يستغل الظروف ديالي، بغى يدي لي فليسات ديالي، وللاسف ما خفيه كان اعظم. يعني اخي انت انا متاكد جلاله الملك ما يبخلش عليا بالكريمه، ومتاكد 100% مليون في 100 جلاله الملك ما يبخلش عليا. كنوجه رساله ديالي صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله وايده امير المؤمنين الله يحفظه الله يطول له في العمر. انا ما توصلتش بالكريمه ديالي ما وصلت ليش، اذا كنت اعطيتيها لي تبارك الله يحفظك الله يطول لك في العمر، اذا كنت ما عطيتيها لي شيء الله يحفظك الله يطول لك في العمر الله يخليه لنا ان شاء الله باذن الله. شكرا لك. اشترك الان في قناة اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة الكترونية وطنية شاملة ومستقلة.